ونبدأ اليوم مع أول تمرين في ورقة العمل الخاصة بالتاء. ألون البطاقة إذا سمعت الصوت تاء. إذن كم صورة على السبورة؟ أربعة. جيد، أربع صور، وتحتها وأسفل كل صورة هناك مربعات، عدد خاص بكل صورة. إذن من يصعد إلى السبورة؟ ريان، أول كلمة. يلا خذ القلم على المكتب. جيد، ما هي الكلمة؟ ما هي الصورة؟ هل تعرف الصورة ماذا تدل؟ ما هي، ما اسم هذا الحيوان؟ أحسنت، حوت. جيد، أحسنت. الثانية حوت. جيد، الإناث. يلا آية، ما هذه الصورة؟ ما هذه الصورة؟ بيت. أحسنت، جيد. يانيس، ما هذه الصورة؟ جيد. أعد أعد. نعم، ح صحيح؟ هل هذا صحيح؟ لا يا زيس، لون الحاء، لون الحاء هو مقطع الصوت الذي يوجد فيه الصوت ح. أقرأ التعليمة يا نيس، أقرأ التعليمة، أقرأ التعليمة. هناك مساحة. أحسنت، الآن هناك مقطعان صوتيان، الأول والآخر. تو فا ح تون. جيد، آخر واحد. يلا يمينة يمينة، بسرعة يمينة. ما هذه الصورة يمينة؟ كتاب. كتاب، وليس كتابا، لكن هو ليس كتابا. معلش معلش، هو ليس كراسا، ماذا نقول؟ دفتر. جيد، دفتر، وتقع في نفس المقطع الصوتي الثاني. نقول كتاب، ربما كتاب، ولكنه دفتر، دفتر. جيد، احسنتم. ننتقل الى التمرين الثاني الان.